نظم حزب مستقبل الوطن بمحافظة جنوب سيناء مؤتمرا جماهيريا لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكد الحضور على الدعم الكامل أو الاصطفاف التام خلف المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، داعين جميع المواطنين للمشاركة بفعالية في الانتخابات الرئاسية القادمة. كان اللقاء رائع لأن جمع كل أطياف الوطن، وكنا مركزين النهاردة على شوية حقائق هي وضع أسس وبعض المفاهيم للانتخابات، الانتخابات اللي هي الحق الدستوري الأصيل لكل مواطن في هذه الدولة، إن من حقه إن ينتخب رئيسه أو حقه ينتخب النائب بتاعه. فإحنا النهاردة بنتكلم عن انتخابات الرئاسة، كان الحمد لله اليوم موفق، وبندعو الجماهير وبندعو جموع الشعب وخاصة أبناء جنوب سيناء للنزول يوم 10 و11 و12 والوقوف خلف الدولة المصرية، لأن النهاردة تصويتك ووجودك هو رسالة مش للمصريين فقط، هي رسالة للعالم إن الشعب المصري قادر إن ينتخب، إن الشعب المصري بيدلو بدلو دون ضغط، ودينا كلنا موجودين وإن شاء الله نكون موجودين قدام الانتخابات ليكتمل البدر، وهو بدرنا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتصف شهر 12 يوم 10 و11 و12. احنا هنا وكل السيدات اللي موجودين في المحافظة بندعم سيادة الرئيس وبنقول له نعم نعم، وبنتوحد كلنا معاه في الظروف الصعبة اللي احنا فيها اللي هتقوينا وتخلينا ان شاء الله نمشي على المسار المستقيم ونحقق أهدافنا. لابد من مشاركة الشباب ودعم الشباب لسيادة الرئيس لتوعية الشعب وتوعية الجيل القادم من شباب الجمهورية الجديدة، لابد من التوعية الثقافية والتوعية السياسية لدي الشباب.